دابا فاش جي عندي انيس ياك وهضر انيس مرحبا بك بعدا وهضر البنات ما زعموش يدخلوا عندي على قبله ولي دوز معايا بلي صبري نفكر ما عرفش انا اش هاد التناقض واخا قلت كنفكر واحد النهار قلت يمكن صغارات بروشيت 20 عام 18 عام 23 عام مازال داكشي صغير مازال ما عرفاش باغيه ودابا المشكله عطاني الله ودابا المشكل اللي كنشوف هنا بان هاد المراه هاد عيات في التقدد هادو اللي زوجش انا في هاد التقدد ملي كتزوج كتزاد دابز مع راجلها وتبغي هي تحكم فيه وانتي جاك راجل واجد كيقول لك واه حكمي فيا وانتي انتي بغيتي تزوجي هو تيحكم عنده شخصيه عنده كاريزما عنده تاتاشي تاتاشا ابخي تقولي خصني نلغيها ليه ونحكم فيه انا باش زعما تحسي براسك متفرقي عليه بشيخ مهم ما كاينش منطق عند عيالات وتا عند الرجاله الراجل باغي مرا تحكم فيه ما تقدرش يقولها المراه باغا تحكم في الراجل وبغاتو يجيها بشخصيته وهي طيح ليه الشخصيه ما تحك ليه من اخر اي بغيت تكون كتسمع الهضره وكتنفذ الاوامر واجيب لك شي عبده طلع المالي راه كيبيعوا فيه العبيد طيح طيح انت هو ربي سيبيت لك غباره عاوي السيت يا لهوي يا سعد سعد راه مقواك مسمي راسك حروف مبعترة عارف راسك مبعتر ومزعتر بحال البيتزا شي تنفذ يخرب بيوتكم انا نشرب الماء